المشكلة الإسلامية الكبرى. العلاج هو ترميم العجز الذريع الذي حدث في واقع الأمة بفقد عناصر النهضة الجذرية للأمة عن طريق حركة الفقهاء المراجع. لكن من أين نبدأ؟ وماذا نعمل؟ ومتى؟ وأين؟ وألف سؤال وسؤال. وقبل الإجابة عليها، علينا أن نندمج في حركة الفقهاء المراجع، وهي الكفيلة بعد ذلك بالإجابة على هذه الأسئلة وألوف الأسئلة التي تستجوبنا في منعطفات الطريق. فواجبنا الوقتي المباشر ألا نشتبك ونحن على مفترق الطرق، وألا نسلخ أدوارا من المعركة على مفترق الطرق، بل اللازم أن ننحاز إلى حركة الإسلام نفسه لنثاب إن نجحنا، ولا نعاقب إن فشلنا.